رسول الله إلاج إلاج سيدنا محمد. أنا سألك بس سألك واحد أنا دعينا معكم والله إلا دعينا معكم وجابت الخير معها والله هانتوما جابت لي مسكينة هاد الحليوات هادو ديال اللوز كما كتشوفوا هانتوما سلام على رسول الله إلاج إلاج سيدنا محمد الله معاك جاي العالي المهم يا يما جاو مساكن على سلامتهم على خير وبخير ربي ودعوات المتبعين ديال ساميه وديالي دعات معاكم ودعيت مع ديال ساميه وديال سميه نجعل ربي يوفقكم وديالي انا نسيتيهم وديالك وكلشي ديالك راه مدياولي زي الحبيب ديالي توحش ايوا اش نقول لكم اخوتي شكرا لاختي رشا حتى هي مسكينه جابتهم على الصباح وعاودتهم على الصباح البرد عليها الله يسهل عليها ونور لها طريقها يا ربي يسهل عليها وحل عليها بيبان الخير امين عمر الحاجه الخايبه تقيسها امين امين خدها من الافات امين يا ربي كيفاش اللي غايدير معك هذا الشيء كله المهم دعيتي مع المتبعين ديالي كاملين كلشي 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 وانا راه كنصليو في مكه مكه راه ما كان كلشي داعيه معايا الله يرحم شي واحد من هذاك المقام امين الله يرحم شي مسلم امين يا ربي هانتوما كما كتشوفوا اخوتي هما الكيسان ديال السعوديه ها هما ها هما التميرات شحال البيصيلات كيدايرين شوف هادو البنات غادي نديرو فيهم زمزم الماء ديال زمزم شربو غير مع امي الوالده عيت معاكم الله يرحم الله يوفق لكل واحد الله يسهل على كل واحد الله يحل عليكم بيبان الخير الله يسهل عليكم انتم وعلى وليداتكم على عائلتكم كلشي دعيت معاكم الله يجعل ربي كلشي يوفق الله انا غنشربو زمزم وغندعو معاكم يلا ومعانا ها انتم اخوتي هو زمزم اليوم غادي نشربو وغندعو معاكم كاملين ان شاء الله ها انتم وغسل كويسات فما بغيت نسولك واش كيتباع ولا كيتعطى ابويا هذاك اللي كتعطى فابور في المطار كتاخدي غالي هذا اويلي الا بغيتي تشري من المطار اه ما كشريناش من المطار ولكن هما جابوه من لهي هو في المطار راه غالي انا كنسقيو ها البارد ها السخون كنعمرو القريه ها البارد ها السخون ها البارد ها السخون صافي مول بشويه ديك حله حله عفيه شوف واش غنشوف القرعه ديالهم كي دايره ها المعقول بدا كيقرا بزاف سي ها خوتي ها وزمزم غنشربوها في الصباح هذا انا ما واكله والو غتقبل لي الدعاء حاجه والله سجات لا لا حنا مو كروش المهم راه وجدنا اللي قسم الله وجدنا فاطمه الزهراء المسمن البيض القهوه الحليب المهم وجدنا داكشي اللي قسم الله وما حنا غنشربو زمزم ندعو مع خوتنا الحباب امين هذا عطاكم تزيين زمزم الله يسهل عليكم كاملين ويعطيكم ما تمنيتو في خاطركم وحتى انا ندعي مع راسي لا عندها شي مهمه الله يجعل ربي يدي على داك المقام يحل عليها بالخير تلقى تخافي مع راسها اشو امي سير هو غنضيع عينيك المطلقه يا ربي تفكني على خير وبخير وتحطيني شي رزيق شو مزلعات يلا خوتي انتوما معانا فاطمة بغيت ندير واحد الدعوة واحدة أخرى تزيديني أنا ديالي أنت ولدك الصباح أنا كندعي أنا مشوق الصباح بس زيديني خاصني دعوة يا خصك بيدوزة باقي ماما خوتي الله يسهل عليكم كاملين إن شاء الله يا ربي السلامة خاتي عزيزة الله يحفظك السلامة فقط سهل عليك بس سهل عليك واحد عليك فقط أنا دعينا معكم والله إلا دعينا معكم واحد خلاص خلاص تقول يا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا في يا ربي 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 يا الجيران اقرب من اولى حيت حداك حداك ابا دعيتي مع المتبعين المتبعين ديالنا دعيت مع المتبعين دعيت مع امه محمد كامل وانا لا تعود خلينا في مهدينا كفنا ودعينا
الله يحفظك يا الوالد. الله يحفظك كل شيء الحمد لله. اللهم لك حتى الزهره الحمد لله. العقبه مي هذه هي ديال واسم جبنا ساكا ماما عقبه ان شاء الله للحج. والصباح قبل ما يمشي شي جوج سوايع ولا شريعة عامة ما كنت عملت واحد يتعدى عليه يقول لك البورتابل والله يستر الله 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 الزريمية اللي بغى يخدم راه سعودية يا خدمتي قفرتي يا غيزيب طاي جوك من هنا غيديو غتشوفوا الكادو اللي جابت مول عاتر خوتي ها هو الكادو ديالنا الله يخلف على الوالد الله يخلف على الوالدة شكرا الحاج فرحنا الجيران ونسابنا ما جبنا لبناتنا أول حاجة غادي نبداو بالسي عاتر هاك نشوف بسم الله يلا يلا سي عاتر والله تم خالفة ديالك ديالك رزوية والله يتواعد وحيا راه حرير بريو معاتر بس تلف ريال وبحال عبارة تعلي عسل بالديلة لاضية وسمح الله يا هذا كلبسة كنت لبسو قصار يا تلبسو قصار هاي في الواسيم وديالك سمح الله رطبا حرير رطبا والله تلف ريال جوج العالم شو واش جبت له اللي غاليه الاخرى ها هي ها اللي غاليه هذيك ديال بغيتي عاتك ها هي لا دي دواسيم ما قال لياش وكا قال لي واش تشريها انا ما غاديش نقولها قيتكم والله تنجيبها لي وحده جبت جوج هذاك ديال الصلاه جبت انا بغيت نجيب لي الصلاه ان شاء الله هادشي على غنبدا وصلنا ان شاء الله ان شاء الله جات معاك جات معاك وحده لسوميه وحده ليك وحده لحاج بنتي كيشي مرا كبيره لا جات معاك الله جبت لك وحده سوميه جات لسام الله يخلف عليك وجابت غاليا هذوك ب 20 ريال لبسها دير البوطه ولبسها فوق الحوايج يا هذه الله في الطوري يا هذيك هذيك مع الصبر ديالها ها انتم اخوتي كيجيناكم والله حتى ديالو جات ماشي بحال ديال الاخرين هي جيناكم بتيتي زينب عاد جينا اخوتي الحمد لله عاد جينا على الحاجه ساميه والحاج عاطر وهذا كيلبس هنايا ها هو زين جاوب زين بصحه وراحه الله يعطيك الصحه والله حتى جاتك زوينه الله صحتك الله يعطيك الصحه نمشي غنقادها واحد الله يسلمك ديالو جات الصحه قد شعرك كمان يا اخوتي انا واسم كل حاجه انا امينه خوتي الحبيبه نجوم معنا ما خاص عاصي يصلي في الجامع وي ورينا وين انت كنقول لك صغار ما هو السيد غيدعي معنا دعي غنسمعوك دابا شنو غتقول ولا خاصو يدعي في خاطره لا اسمع اختي ما فيه تيقع خاطره قول شنو باغي تجي شنو باغي دار 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 لعب الدار شنو كدعي فيا شكون كيقول لك على خير يا ربي تعطينا شي دويره وتسهل علينا وتسهل أمة محمد تخلنا صحتنا وتعني تجيب رزقها وتخلنا صحتنا مكمولة تخلنا صحتنا باقا ما قالتش الصورة مكمولة عليك شريت لهم يا يلاه شرف شغب يلاه شكون شراك انت برافو المهم اخوتي هانتوما راه عافية وباش خرجت شي حاجة راه عتعرفوا الله يسيت بالراحة زوين زوين الحاج قال لك انا حاج حاج شكرا صبوك صحتك نزيدك شي كاسة كاس هو ما تعيقش انت حاج زمزم حاج هو زمزم شد كاس وتقعد شد خلي ما كتشربش ربي غير شي نضاع يعطينا نضاع صار عاد لا كرا لا كل شي مزمزم سالي انا يا انا ماما يا جات معايا شي جات معايا غزاله تبارك الله ما شاء الله الحاج هاي تصير من هنا
يا 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 على الحاج شوف عاوتاني شوف غير بوس ميمة بوس ميمة بوس ميمة بغي يسلم عليكم سير بوس بابا بكنت هادشي سير بوس بابا سير عباس سير باباك سير بوس باباك سلام عليكم هذا هذا وسيم هذا مع المتتبعين هضر قول لهم السلام سامي ما تصوريش هكا سامي غيقولوا تبارك الله غيقولوا تبارك الله هاجي هاجي الحباب بعد ما جينا للدار شفنا الوالده صورت لكم كما كتشوفوا هذا الفيديو بسيط جدا. المهم حبابي اليوم جات عندي واحد السيده اللي كنشكرها بزاف بغيت الله يسهل عليها وينور طريقها فرحتني بزاف اليوم فرحتني بغيت الله يسهل عليها ومسكينه شوفوا شنو جابت ليا هانتوما وجابت الخير معاها والله هانتوما جابت ليا مسكينه هاد الحليوات هادو ديال اللوز كما كتشوفوا هانتوما هادو غادي نخليهم بقات ليا والو غادي نولد بقات ليا سيمانه ويومين البنات 12 يوم باش غادي نولد المهم وشوفوا البنات مسكينه شنو جابت ليا فبغيت نحطهم ليا قالت لي والله ما غتحطيهم ليا هانتوما البنات كما كتشوفوا شنو جابت ليا بلا تا وسيم نسالي وانا نعطيك هانتوما بغيت الله يسهل عليها هادو ان شاء الله ملي غادي نولد ملي غيجيو عندي الناس غادي نحطهم كنقول لك الله يسهل عليك كما فرحتيني الله يجعل ربي يفرحك يا ربي يا ربي وفرحاتني كنقول لكم فرحتني بغيت الله يسهل عليها المهم خوتي قلت ضروري ندير هاد لا فيديو هذا وغادي نشكرها لانها انسانه متواضعه وانسانه طيبه وصراحه دخلت ليا الخاطري بزاف ملي كيجي عندك شي متتبع كيضحك لك في وجهك كتحسي بان الدنيا ديالك وهادشي اللي كاين يلا خوتي هنا غيتسالى الفيديو كنقول لكم شكرا لكم بزاف وغنلقاو فيديو جديد ان شاء الله دابا لقيتوني كنوجد وكنجمع حوايجي ديال الولاده بالنسبه للناس بزاف كيسولوني فين غتولدي راه قلت لكم اخوتي انا ما عرفتش حاليا اخوتي واقيلا غادي نولد ان شاء الله في السبيطار ديال الدوله واللي كتبها الله مرحبا بها المهم نتمنى ان شاء الله الفكاكه ان شاء الله هادشي اللي كاين ندعوا معايا وشكرا لكم بزاف يلا السلام عليكم.